السلام عليكم. أنا رايح أجيب بنتي من المدرسة، وزي ما تشوفون الزحمات عند المدارس هذه مشكلة. كل هذا اللي صفين طابور على أساس ينادون بناتهم. راح أرسل لكم طريقة سهلة جدا إن شاء الله نتفيدكم، إذا كان عندك بنت أو ولد في المدارس، طريقة تسهل عليك منادات بنتك. شوفوا الآن وصلت البنت في ظرف ثواني، حتى ما نزلت من السيارة. الفكرة كلها موجودة في الساعة هذه، اسمها ساعة نادني. الزر اللي موجود هنا أنا أدق عليها، موجود شريحة داخل الساعة، إذا ضغطت البنت على الزر معناته أنه يجيني مشغول. إذا جاني مشغول معناته البنت سمعت الصوت حقت الساعة. طبعا الساعة ما لها صوت، تهتز بس اهتزاز، وما فيها ألعاب ولا كاميرا ولا أي شيء. راح أرسل لكم الرابط حق الساعة، صراحة جدا مفيدة. هذه ثاني سنة استعملها.